على كل حال يعني نتكلم أكتر ونعرف تفاصيل عن معهد أبحاث النباتات الطبية والعطرية في جامعة بني سويف. بينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف. أهلا بك يا فندم. يا أهلا بحضرتك وبالسادة المشاهدين. أهلا بك. أشكرك دكتور منصور. يعني معهد أبحاث النباتات الطبية والعطرية في جامعة بني سويف، لو نتكلم عنه أكتر، نتكلم عن هذا التخصص، إزاي بدأت قصة المعهد يا دكتور؟ هو حقيقة احنا دايما يعني جامعة بني سويف سباقة في حاجات كتيرة متميزة ومش موجودة في مستوى الجامعات المصرية. جت لنا الفكرة بتاعت انشاء هذا المعهد لأن محافظة بني سويف من المحافظات المصدرة للنباتات الطبية والعطرية. طبعا ده أمن قومي لما احنا بنصدر الحاجات وهي مش متصنعة أو يعني مواد خام، تفرق كتير جدا. جات لنا فكرة إنشاء هذا المعهد لما له من أهمية كبرى. هو معهد متميز بيني، يعني بيضم أساتذة وخبراء وعلماء في مجال الصيدلة والنبات والزراعة، يعني كلية صيدلة وكلية علوم وكلية زراعة. فبالتالي الخريج اللي متخرج من هذا يعني اللي بيدرس في هذا المعهد ده يعني بيدرس برامج بينية. المعهد ده أهميته في تعظيم إنتاج النباتات الطبية والعطرية، تقديم مشورات، تقديم حلول. إحنا الفكرة أكبر من هذا، يعني هو ده المعهد، ده الجزء البحثي، لكن إحنا مقدمين بروجكت كامل لمدينة النباتات الطبية والعطرية. المدينة دي فيها جزء بحثي اللي هو المعهد، وفيها مصنع، وفيها بورصة للنباتات الطبية والعطرية، يعني حاجة متكاملة. ودي متقدمة بحيث ان احنا يبقى في انتاج يعني استخدام المواد الخام من النباتات الطبية والعطرية اللي في الاخر هتؤدي الى يا يعني عطور يا ادوية يا تجميل وهكذا. وده يعني طيب، يعني لو استخدم أو لو اتعمل حتى مراحل أولية منه هيبقى فيه دخل قومي بالعملة الصعبة للبلد. طيب، يمكن دي النقطة اللي كنت حابة أسأل حضرتك عليها. احنا بنتكلم على ان هذا المجال مجال واسع جدا، وفي جامعات منه سواء كان في الداخل المصري او في الشرق الأوسط جامعات متخصصة في هذا المجال. قد ايه المجال ده مطلوب سواء كان في مجال البحث او في سوق العمل يا دكتور؟ هو في مجال البحث هو ما فيش معهد زيه في الشرق الاوسط ولا في الجامعات المصريه، ده المعهد الوحيد في الشرق الاوسط. طبعا احنا عاملين بروتوكولات تعاون مع جامعات اخرى في اليابان وفي ايطاليا زي سابينزا، وبيبقى في تعامل وفي اشراف مشترك وفي بحوث مشتركه، ودلوقتي بندور على درجات علميه او موائمات بين المعهد والجامعات العالميه. المعهد متميز جدا ويعني يواكب ابحاثه الابحاث الاقليميه والعالميه، بيقدم اقتراحات وبيقدم حلول وبيقدم توصيات وبيقدم يعني اضافات لاهالينا من المحافظه والمحافظات على مستوى الجمهوريه في هذا النوع من الزراعه والصناعه. طيب، الطلبة اللي بيلتحقوا بالمعهد أو الدارسين يا فندم، يعني خليني أفهم من حضرتك هذه النقطة، بيفرق إيه معاهم حصولهم على الدراسات العليا من المعهد؟ سوق العمل. يعني ده حاجة يونيك مش موجودة في الشرق الأوسط، لها تتطلب سوق عالمي وسوق محلي. إحنا عندنا وافدين من الخارج بيجي يدرسوا في هذا المعهد. احنا عندنا ثروه نباتات طبيه وعطريه في مصر مش موجوده في اي حته، يعني عندنا بعض النباتات اللي مش موجوده حتى في العالم، فاحنا المفروض نبقى يعني متقدمين في هذا المجال، فاحنا مرجعيه لدول العالم كثيره في بعض النباتات، فاولى يبقى عندنا معهد متخصص بابحاث هذه النباتات الطبيه والعطريه. يمكن كنت لسه هسأل حضرتك، يعني إذا كانت الدراسة قاصرة على المصريين فقط أم هو يعني كمعهد متخصص بيستقبل طلبة من دول أخرى؟ بيستقبل طلبة من وافدين من إقليمين وأفريقيا ودول الخليج وعالميا. وبيبقى يعني الدراسة ممكن تبقى دراسة أو أبحاث، يعني تكملة بحث أو
يعني ان شاء الله في خطوات قادمه ان احنا نجيب اساتذه زائرين من الخارج برضو يبقوا في المعهد ان شاء الله. المعهد يعني هو تقريبا لا يستقبل الا الحاصلين على البكالوريوس فقط من كليات معنيه يا دكتور؟ هو بوست جرادويت يعني دراسات عليا، لازم تبقى حاصل على يعني كليه صيدله او زراعه او او ما يناظرها يعني اي حاجه في قسم نبات او ما يبعتلها. طيب خليني برضو يعني افهم من حضرتك ويعني نفهم اي حد مهتم بهذا المجال طبعا من الدارسين وخريجي الجامعات اليه التقديم في المعهد، يعني زي ما حضرتك طبعا تفضلت بالشكر هو يعني المعهد الوحيد المتخصص في هذا المجال في الداخل المصري. واحنا كعاده يعني كجزء من الدوله ومن مؤسسات الدوله يعني ماشيين بتوجهات الدوله ورؤيه مصر 2030 وتوجهات القياده التاسيسيه، ان احنا دلوقتي عندنا تحول رقمي واحنا عندنا التسجيل للدراسات العليا بيبقى على الويب سايت بتاع الجامعه، بنخش عليه وبنخش على معهد النباتات الطب الاثريه ونقدم، ولو حصل وبيحصل اكسبتنس بيتبعت للشخص وبيجي بعد كده يقدم اوراقه، يعني الموضوع سهل خالص وكله يعني الكتروني مفيش مشكله. نعم طبعا، يعني انا بشكرك جدا دكتور منصور حسن رئيس جامعه بني سويف، كنت معانا للحديث عن معهد ابحاث النباتات الطبيه والعطريه في جامعه بني سويف.